قراءتي لبرنامج عمل الحكومة اتضح أنه عبارة عن شعارات شعبوية جوفاء غير مبنية على أي رؤية مستقبلية. لقد أخطأتم حتى في تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث ورد أنها نظمت في شهر فيفري بدلا من شهر ماي. هذا دليل على غياب الجدية التي تثبت لا محالة انعدام أي رؤية استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة وأنتم جزء منها. لا يمكن أن تكون المسؤول عن الأزمة والحل في نفس الوقت. ورد أيضا أن مخططكم مستمد من برنامج رئيس الجمهورية، وهي الأسطوانة التي طالما غنيتم بها طوال 18 سنة لا وجود له على أرض الواقع. صرحتم في عرضكم لهذا المخطط أن حالة التدهور التي سارت عليه البلاد يعود سببه إلى الانهيار أسعار النفط. هذا تغليط للرأي العام. لماذا هذا التغليط؟ فانهيار أسعار النفط لم يقم سوى بكشف حقيقة تسيير ارتجالي والكارثي لشؤون دولة والعجز في خلق اقتصاد بديل عن المحروقات، رغم توفر كل إمكانيات والوسائل الكفيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني. نعم، لقد أتقنتم الفشل بكل امتياز. في المجال الاقتصادي وضعتم تمويل غير التقليدي على أمد 5 سنوات كحل للأزمة المالية، فهذه الخطة شبيهة بالقطة التي تأكل أولادها عند الجوع. فأمثلتكم عند عرضكم للبرنامج بخصوص نجاعة اقتراحكم لحبذا لو كانت فنزويلا أو نيجيريا بدلا من دول عملاقة في مجال اقتصادي مثل أمريكا، بريطانيا واليابان. وكذا لما لا تذكرون تجربة الدول الإسكندنافية مثل النرويج الذي يعتبر بلد غني بالثروة البترولية، ادخر هذه الثروة للأجيال القادمة بدل استنزافها كما فعلتم. ذهب إلى خلق ثروة بديلة بالاعتماد على العنصر البشري. لقد استنزفتم الثروة الباطنية في ظرف قياسي، وهي التي تأخذ قرون لتتكون. قلتم أن الخبراء مهمتهم هي التنظير، بينما أنتم تسعون لتوفير راتب العمال. هذا خطاب شعبوي تستحق عليه حكومتكم جائزة نوبل للكذب على شعبها. كلنا على دراية أنه لا يمكن رسم سياسة اقتصادية ناجعة دون اعتماد دراسة معمقة من قبل خبراء ذو توجهات مختلفة. هذا اعتراف منكم على الارتجالية في تسيير أمور الدولة وعلى الخطر الذي تضعون فيه مصير الأمة. لقد جعلتم في هذا الشعب فئران تجارب لسياستكم الفاشلة. في مجال التنمية ورد في مخططكم تسهيل الاستثمار المنتج نظرا لاحتياجات السوق، حيث أن حجم الواردات يقارب 60 مليار دولار سنويا، كذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات. إنه حبر على ورق. في أرض الواقع ولاية بجاية تعاني من حصار اقتصادي مستهدف، بالإضافة إلى مشاريع التنمية العمومية المجمدة. اتجهت السلطات العمومية إلى عرقلة المتعاملين الاقتصاديين الخواص، وأخص بالذكر مجمع سيفيتال الذي منع من قبل مؤسسة ميناء بجاية بتفريغ سفينة خرقا للقانون تحمل معدات صناعية البذور الزيتية، وهو المصنع الذي سيخلق أكثر من 100,000 وظيفة. أين هي الإرادة السياسية لتحسين مناخ الأعمال؟ في هذا الإطار إن بعض نواب ولاية بجاية سوف يسلمونكم طلب للتدخل الفوري لرفع هذا الحصار. في مجال السياحة، ماذا تنتظرون في تطبيق اقتراحنا في الأرسيدي بخصوص إقامة الدولة كلوب دي با موريتي التي تكلف الخزينة بعبء أموال طائلة حسب الخبراء في المجال تتعدى 500 مليار سنتيم سنويا، وكذا تحويل إقامة الدولة الشاغرة متواجدة على مستوى كل تراب الوطني إلى القطاع السياحي. إنه مصدر لجلب العملة الصعبة وتوفير أموال للخزينة العمومية، وكذا خلق مناصب شغل. كيف سمحتم لأنفسكم باستغلال عاطفة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أي عدالة اجتماعية تتحدثون عنها وهم يقتقضون 4000 دينار شهريا؟ فيما يخص ما ورد على هذه الفئة في مخططكم، هو عبارة عن تعبير كتابي ضغط عليه كلمات سوف، ستأخذ، ستواصل، دون ذكر الأرقام كيفية التكفل بهذه الفئة المهمشة. حسب سياستكم هذا المبلغ 4000 دينار يشري به شكرة سميد. في مجال السكن، وعدتم بأن حكومتكم سوف تواصل إنجاز السكنات لو كلفكم ذلك مال قارون. سيدي الوزير، من أين ستحضرون أموال قارون في ظل ارتفاع التضخم؟ وأنتم صرحتم أن الخزينة عاجزة عن تسديد أجور العمال لشهر نوفمبر، مع العلم أن عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية لم يتقاضوا أجورهم منذ فترة تقارب سنة. هذا دليل قاطع على الديماغوجية الشعبوية لخطابكم. إن المصادقة على هذا البرنامج هو ضمانا لتفاق
شكرا شكرا السيدة